90% من الأسلحة النووية في العالم تمتلكها روسيا والولايات المتحدة، توزعها بأسلحة متنوعة. نستعرض معكم أبرزها: الوحش الروسي توبول عابر القارات بمدى 11,000 كيلومتر وبوزن يبلغ 47 طناً وسرعة 22 ماك، مناور في الجو يصعب تعقبه كما يصعب رصده على الخريطة، فروسيا تخفيه تحت الأرض. يقابله أمريكياً الصاروخ مينتمان عابر القارات. المواصفات غير بعيدة عن توبول، لكن ميزته أنه وحش سريع التجهيز وقادر على الوصول لصوامع الصواريخ الروسية. هناك ما هو أخطر لدى روسيا: توربيد ستاتس 6، السلاح النووي الأخطر وفقاً لمجلة ناشونال انترست، ينطلق تحت الماء على عمق يزيد على 1000 متر ويناور عبر تضاريس قاع البحر حيث لا يمكن لأي غواصات أو دفاعات أن تصل إليه. بالطبع لابد لواشنطن أن ترد، وهنا يظهر ترايدنت 2. بحسب خبراء تحدثوا للساعة 60، هو صاروخ باليستي يطلق من الغواصات يصل مداه إلى 12,000 كيلومتر ووزنه بنحو 59 طنا. ميزته الكبيرة في خفة الحركة والدقة ما يقرب من الصواريخ الأرضية. هذا طبعا غيض من فيض. هذه الأسلحة الفتاكة الكفيلة في حال اندلاع مواجهة نووية أن تدمر الحياة على كوكبنا. فهل تصدق النوايا التي تكذبها الأفعال ونصل إلى عالم من دون أسلحة نووية؟